هنا انا عندي فانكشن بترجع بقيمة، طالما في فانكشن لو في سب بروسيجر فهنا دي بتبقى ايه، ما هترجع بقيمة. لكن انا عندي هنا فانكشن بترجع بقيمة وبالتالي انا اتعامل معاها. الفانكشن دي اوكي، نبدأ كده مع بعض. الفانكشن اللي عندي ادي ادي بدايتها وادي نهايتها، اوكي. ادي الفانكشن بتاخد قيم، تاخد قيمة متغير واحد، متغير اتنين، متغير تلاتة. يبقى انا عندي تلات متغيرات كانتجر، الاولاني اسمه نمبر 1 وهنا نم 2 وهنا نمبر 3. يبقى انا عندي تلات متغيرات كانتجر بيخشوا في القيمة اللي عندي. طبعا الفانكشن هنا بترجع بقيمة دبل، بترجع بقيمة دبل يعني as دبل دي بعد نهاية القوس. يبقى هنا لو كتب فانكشن وحط هنا القيم اللي هم عنده التلاتة وبعد كده كتب لي as as ايه دبل، يبقى هنا دي الفانكشن دي بترجع، دي خاصة بالفانكشن نفسها، هترجع بالقيمة. المفروض اعمل ريتيرن هنا بدبل. طب هو قال لي ايه؟ قال لي هنا انت هتجمع لي القيم التلاتة تمام وتريتيرن بيهم. هو عمل ريتيرن بالقيم التلاتة، عمل ريتيرن بالمجموع بتاعهم، عمل ريتيرن بمجموع القيم. يبقى اذا الفانكشن دي عند استدعائها هتجيب لي ان المجموع عندي اسمها ايه. الفانكشن دي اسمها سم، اسمها ايه؟ فانكشن سم، اسمها مجموع. بالتالي بتاخد ثلاث قيم وترجع لي المجموع. تمام. عمل فانكشن اخرى اسمها سب افريج، يبقى هنا حط كلمه سب ودي اند سب، صح؟ يبقى هناك كان فانكشن اند فانكشن، هنا سب واند سب. اند سب يعني معناها بينهي الفانكشن اللي عندي. البروسيجر الثانيه دي بروسيجر كلها على بعضها يعني ميثود او بتقوم بوظيفه معينه عند استدعاء. هي دي تقوم بوظيفه انها تجمع لي الارقام وترجعها لي. اما دي سب معناها بتقوم بوظيفه بس ما بترجعش حاجه، ما بترجع حاجه. اسمها افريج بتقول لي هات القيم الانتجر المتغيرات الثلاثه، برضو بيدخل متغيرات الثلاثه كانتجر. والقيم دي طبعا انت مش لاحظ ان مش مكتوب جنبها از دبل لان هي ما بترجعش بقيمه. بعد كده هي اول ما بيخش بعد كده بتنشئ متغير اسمه فار كنوع دبل، وبتبدا تقول لي الفار هي استدعاء للميثود او الفانكشن سب. فانكشن سم اللي هي فوق بيستدعيها، يقول لها تعالي هات خد الثلاث قيم دول النم 1 والنم 2 والنمبر 3، خدهم بيسجلهم هنا، استدعاهم هنا في قلب الفانكشن، وجاب هتجيب له دي طبعا هتروح هتنفذ اللي هنا انها بترجع بالمجموع، فهتحط له المجموع وهيقسمه على 3. يبقى السم استدعاها داخل الفانكشن اللي هي افريج، داخل البروسيجر افريج، وهي هترجع له المجموع، هترجع له المجموع وبعد كده هتقسمه على 3. وبعد كده بيعمل طباعه للافريج، هو الناتج اللي متخزن في الافريج دوت سترينج. بعد عمليه الطباعه خلاص كده الميثود سب خلصت مهمتها. هنا جه في المين ميثود، المين ميثود استدعى الافريج، استدعى انهي؟ استدعى اللي تحت دي خالص اللي هي الافريج، استدعى الافريج اهي استدعاها. دي مش هترجع بقيمه ولكن هتنفذ، اعطاها ثلاث قيم 1 5 3 6، هي هتاخد الثلاث قيم، هتاخدهم هتستدعي، هتنشئ متغير اسمه افريج وتستدعي الصم اللي هي فوق وتبدا تستدعي القيم وتحطها داخلها، فالصم هتروح تحسب لها وترجع لها المجموع وبعد كده هتقسم على 3 وتطبع. يبقى اذا المفروض هتنتج لي المتوسط الارقام دي وهيطلع لي الناتج النهائي خاص بيها. تمام. يبقى انا عندي كده الافريج اللي هو خد المجموع بقى 4. وهنا لاحظنا ان هو تم الاستدعاء، عملنا فانكشن بترجع بقيمه وفانكشن ما بترجعش بقيمه، الاثنين اسمهم نوع بروسيجر اللي هي بتقوم ببعض المهام. تم استدعاء دي داخليا وبعد كده تم استدعاء دي داخل المين. فاذا انا عندي هنا دي هتطبع القيم المتوسط وطلع لي 4.